السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا بكل خير. كشفت اليوم رسميا شركة كيا عن سيارة الـSUV الجديدة المنافسة لهونداي سانتا في كيا سورنتو موديل 2024 فيس ليفت. كما تلاحظون أبرز التغيرات صارت في الداخلية، طبعا تأتي بثلاث صفوف مقاعد، كشافة أمامي LED على حرف T شكلها، شبك أمامي كبير، مقاس عجلات 22 إنش. بالنسبة للمحرك فهو محرك 4 أسطوانات سعة 2.5 لتر توين تيربو، يولد 246 حصان و 318 نيوتن متر من عزم الدوران. لا تنسوا متابعينا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.